أظهرت استطلاعات رأي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية عدم تمكن رئيس حزب الليكود ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة بعد انتخابات الكنيسة التي ستجري في الثالث والعشرين من أذار المقبل واوضحت الاستطلاعات ان القائمة المشتركة ستحصل على مقاعد تتراوح بين ثمانية الى تسعة مقاعد، فيما ستحصل القائمة العربية الموحدة على اربعة مقاعد او لا تتجاوز نسبة الحسم. وبحسب استطلاع رأي، سيحصل معسكر نتنياهو على 59 مقعدا، وفي استطلاع اخر سيحصل على 57 مقعدا، اما وفق استطلاع الاستطلاعات سيحصل المعسكر على 59 من اصل 120 مقعدا، ما ي يعني عدم حصوله على أغلبية تمنحه تشكيل الحكومة المقبلة